الآن جهة مرات. إذن شكرا لك خويا لتنبيه بخصوص الصوت هذا البث المباشر الآن متتبعي قناة شوف تيفي الآن كما تتابع معنا هاد الناس هادو إلى متى بقى السؤال دائما مطروح إلى متى يعني هذه بقى هاد الحال متواصل للأسف ولكن تنعرف بأنه اليوم واحد من الملك ديال هاد الناس هادو متكبين الملكية السامية تقول في هذا الصدد يجب تكافؤ الفرص والمرأة المغربية بانت بجميع القطاعات على المستوى الوطني انها انسانة قدرت تقود السفينة وتوصلها لبر العمل والان معنا واحد الاخت من الاخوات اللي تعطر عليهم انهم يجيو نظرا لظروفهم الاجتماعية وجات مثل العنصر النسوي فكيف يعقل انه جدازنا واحد المباراة وما كان حتى واحد عنصر نسوي وكذلك الكفاءات حنا عندنا الناس هنا اللي تيتكلموا عدة لغات بما يخص لغة التواصل وقادرين هاد الناس باش يعطيو واحد الصورة مشرفة للبلاد لأنه البلاد عندنا لها غيرة ونحن رعايا صاحب الجلالة نصر الله مواطنين أحرار نقول دائما شعارنا الخالد الله الوطن الملك دائما هذا هو شعارنا ونحن نقول كذلك الصحراء مغربية والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها فتنطلبوا من هاد السادة المسؤولين واحد الالتفاتة واحد الشوفة بعين الرحمة لهاد الإخوان هادو باش ياخذوا حقهم حنا راه لا نريد استعراض العضلات راه نريد بس أن الناس ياخذوا الرخص ديالهم ويشتغلوا بإرياحية لأنه نحب وطننا المغرب نحبه ونحن نعتبر من الآن نحن سفراء بلادنا حنا سفراء المملكة المغربية الشريفة بغينا نشتغلوا ونبرهنوا على الكفاءات اللي عندنا وقادرين باذن الله انه نبرهنوا على هذه الكفاءات وحنا عندنا نوبل الاعلامي على راسهم شوف تيفي مشكوره من هذا المنبر جزيل الشكر شوف تيفي دائما توجه هنا دائما تتبعنا على مستوى باش نوصل خدمتنا وشكرا جزيل الشكر مره ثانيه وتحياتي للجميع إذن كما تتبع معنا للأسف متتبعينا هذا البث المباشر الآن تتبع معنا هذا البث المباشر يعني وهذا الشيء مأسف ومقلق للأسف متتبعينا ويدفع يعني التساؤلات كثيرة يعني علاش هاد الناس هادو يتم الإقصاء ديالهم يكون عندهم حلول حل بخصوص المشاكل التي يعيشوها أو أنهم كيعانيو منها بشكل كبير هذا نشوفوا مع السي الشرقاوي الآن الممثلين يعني الممثلين عن يعني عند الممثلين السياسيين كما تتابع معنا في هذا البث المباشر الآن السي الشرقاوي يعني اليوم ولا السؤال مطروح بشكل كبير يعني مجموعة ديال السلسلة ديال الوقت يعني سلسلة ديال الوقفات الاحتجاجية وبقى السؤال واش كاين شي تجاوب من طرف الجهات المعنية؟ فكي تتعرف الوقفات الاحتجاجية فكي تتشوف منذ أن تتمسح هي الوطنية المرشدين السعيد خالد الإنتظامي بالمغرب ضحايا امتحان شكري مرور غير منتمو للقطاع الإنصاف لا شيء غير الإنصاف يعني هذوك الناس كيف قلنا راه كانوا في الامتحان الأخير فالاخوان المرازيلين او المرشدين السياحيين الغير نظاميين المنظمين تحت لواء نقابه الاتحاد العام الديمقراطي الشغالي بالمغرب فكانوا كينادلوا عبر الطراب الوطني من طنجه للقويره امام المندوبيات السياحيه 2018 فتعمل المباراه اللي هي مبادره تقلبت المباراه ولا وقع واحد مبادره من المبادره للمباراه فاحنا لا ما عندنا شي مانع بالنسبه للاستراتيجيات ديال الوزاره حنا ما عندنا حتى شي مانع بالعكس مزيان راه مرات لينا 60 حتى 65% اللي مرات لينا في هذاك المباراه اللي دازت بالنسبه للمرشدين غير نظاميين يعني
حنا بالنسبه لنا المباراه راه دازت لنا 60 ودازت لنا بالزهر. يعني هذاك السيستم كانادي اللي دايروا لهم، فكنت تعرف كاين الاخوان هنا اللي ما كاينينش كاع، وباقي الاخوان اللي هما ما تعطر عليهم الماجي اللي هما ما تيجيوش النضال، اكيد راه كاين ولات عندهم فوبيا. علاش؟ اول حاجه هو مرشد غير نظامي، وفي المبادره السيستم ما خرجش لهم، قال لهم ما خرج لنا السيستم. هذا بالنسبه للمباراه، يعني كاين الاقصاء من الديبار، من الديبار كاين الاقصاء، كاينين الناس ما السيستم ما رصفهمش، اوكي، يعني هذوك الناس ما عيطوش لهم، هو مرشد غير نظامي، مرشد غير نظامي. الاخوان اللي نادوا عليهم في المباراه الاخوان اللي نادوا عليهم تقصاو، احكا راه ما جابوش النقاط، او يعني علاش المعايير في هذا الامتحان؟ ما كاينش معيار، انت كاين شي معيار فيه لجنه؟ انا تنعرف المعيار، المعيار مثلا كيف سبقنا قلنا، الا كان امتحان او كانت مباراه ديال التعليم فتيكون المشرف استاذ، تيكون المشرف استاذ يعني من ذوي الاختصاص، او مباراه ديال الامن الوطني تيكونوا ناس ذوي الاختصاص. اما بالنسبه للمباراه باش تكون فيها لجنه، وهذه اللجنه شكون تيشرف عليها؟ فكي تتعرف الاتحاد العام الديمقراطي الشغالي بالمغرب، حنا اش قلنا؟ قلنا حنا اللي طربنا الشرطه السياحيه، حنا اللي طربنا السيد وزير الداخليه باش تكون الشرطه السياحيه، ولكن كاين واحد الكونديسيون، كاين واحد الشرط اللي هو بالتشاور مع السيد الوكيل العام او الساده الوكلاء الملك عبر التراب الوطني. يعني هذا المعيار اللي بيحددوا هو السيد وكيل الملك. السيد وكيل الملك فحال السيد وكيل الملك هو المعيار، هو اللي غادي يقول واش هذا السيد مرشد ولا ماشي مرشد، لا هو اللي عنده الباباس، كي تنقولوا هو اللي عنده الارشيف. السيد الوكيل الملك هو المخ والله الوحيد اللي يقول هذا مرشد وهذا ماشي مرشد. اللجنة تعتبر هي سورية أو هي سطحية. واش دابا مرشد سياحي نظامي كان في اللجنة، مرشد سياحي كان في اللجنة، راه كاين هنا اللي قبل منه، راه كاين مرشد هنا غير نظامي قبل من هذاك اللي في اللجنة. بين هنا أنه اللجنة خصها لجنة، بحال الأخ شريف راه مرشد غير نظامي، كاين اللي عنده هنا 30 سنة، كاين اللي عنده هنا 40 سنة، كاين اللي ولا هنا جد. كيفاش انت بغيتي تكون في اللجنه وبغيتي تحكم على مرشد قبل منك؟ باش من المعيار عندك انت اللي تحكم عليه؟ اشنا هو المعيار عندك؟ واخ وحيد هو على ما دوزوش الطاكسيات، ما دوزوش ترونسبور توريستيك، وحيد قلتو انتم هذه اللجنه وجيبوا الترونسبور توريستيك حتى هو يقول هذا في الترونسبور هذا ماشي ترونسبور، وجيبوا الطاكسي حتى هو يقول هذا في الطاكسي. المباراه لا تعني الاتحاد العام الديمقراطي في شيء، مي بالنسبه لنا حنا قلنا مزيان مشكوره الوزاره، ولكن حنا كنتكلموا باش ما يوقع خلط، المريار تنقولوها، هذاك الخلط ما باقيش بقينا حنا، لا الرأي العام، وتناشدوا السادة المسؤولين، أشنا هو المعيار؟ المعيار اللي كاين هي هذه مباراة بوحدة، أنا كنتكلموا على المبادرة السامية لجلالة الملك نصره الله وأياده ملك البلاد، حامي الملة والدين، التعليمات ديالو خصها تطبق في إطار القانون، هو اللي لعب على هاد الناس المرشدين غير النظاميين. يعني شكون اللي خصو يكون مشرف على هذه المسألة هادي تحت الإدماج المباشر؟ داوي كفاءة ميدانية مع التأطير، وكي تشوف الناس راهم مأطرين، أنت تشوف بعينك الإخوان كلهم مأطرين، كلهم بالهندام، كلهم داوي كفاءة ميدانية، وحنا راه ماشي تنقولوا كل شيء مرشد غير نظامي، حنا راه تنقولوا كل شيء يدوز عند السيد وكيل الملك، والسيد وكيل الملك هو اللي عنده الحق، يقول هذا مرشد وهذا ماشي مرشد، شي واحد آخر. حنا راه عندنا الثقة جميع المؤسسات، والمغرب بلد المؤسسات، من طنجة للقويرة، وحنا تنحتارموا المؤسسات، ولكن الإخوان خصهم يحترموا حتى هما التعليمات السامية. التعليمات السامية اش فيها؟ راه واضحة الأمور، التعليمات السامية فيها الإدماج المباشر من القانون، ها هو القانون 5/12/31 اللي هو التغيير 1898. نعم الأمور واضحة، بمعنى إطار المبادرة السامية لصاحب جلالة نصر الله وأياده، إدماج مباشر يداوي كفاءة ميدانية مع التأطير، راه كاينين المرشدين راه هما كيد أوفيسيال أو مرشد نظامي، وراه ما عارف حتى السوق، وراه ما عارف حتى المآتير، والو ما عارف، شكون تيتحمل المسؤولية؟ الناس اللي دوزوه وخلاو ناس داوي كفاءة ميدانية راه هما دابا مساكن دابا راه هما تيمتهنوا الإرشاد.
ولا اله الا الله محمد رسول الله، يعني هما وليداتهم وخاطرين. راه قلت لك كيف قلت لك، راه الناس راه ولات عندهم فوبيا. كاين الاخوه اللي ما باقيش واحد القضيه، الناس كانت تنظم من 2018 حتى 2024، اقسم لك بالله ما باقيش قدروا يناضلوا. قال لك اخويا انا حنا ماشي قنطره، هاد الناس هادو ماشي قنطره، ماشي حنا نوقفوا امام المندوبيات وتجي جمعيه ولا غيرها ولا يسمعوا شي حاجه ويقول لك حنا مرشد غير نظامي وتخليوا المرشد يجي. راكم كتعرفوا المرشد يجي، هذا ماشي مرشد، لا تعتاش دوز الواكل عنده باب، لا تعتاش اخويا، هذا مرشد عطيه جالو حتى ياخذ طرف القرص، وراه يستاهل. راه كاين هنا اللي ولا جد، كيف قلت لك راه الناس ما كاينينش هنا، ولات عندهم فوبيا فوبيا، ما قدروش باقي ينظموا، ما قدروا باقي ساكنين بينو حتى وجههم. قال لك راه حنا وليداتنا كانوا كيتسناو واحد الخير، حنا ما بقيش قدرنا ولادهم. قال لهم كان قال لها بابا 2018 وطاطات ناضوا، وجا واحد اخر هيك السار وعطاوها ليه، جا واحد اخر في اطار في البنكه كاين اللي عطاوها ليه، استاذ كاين في ترونسبور توريستيك، ولكن شكون اللي تيتحمل المسؤوليه؟ الوزاره، هما اللي داروا المباراه. حيت درتوا المباراه راه درتوها في النظام، يعني المباراه درتوها جميع اللي عنده في المنظومه السياحيه. المنظومه السياحيه راه فيها بزاف، فيها سائق الطاكسي، راه فيها حتى القراب، داكشي عرفتي الماء تا وراه محسوب على السياحه، راه فيها حتى مول الكوتشي، شي مول الكوتشي تا وراه في السياحه، مول الطاكسي، ترونسبور توريستيك، شتا ديك اللي جار العربه المجروره، تا وراه تيهز الكليان، تا وراه تيدي الكليان. يعني المنظومه على حسب الوزاره، المنظومه راه كل هي اللي في السياحه راه درت. حنا كنهضرو هنا كاين الخلط، حنا كنهضرو المبادرة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. هي علاش نهضرو؟ يعني الإدماج المباشر مع التقطيع. دونك الأمور هنا واضحة، هنا بلا ما يكون خلط وبلا ما يستبدلونا ويستبدلوا الرأي العام. راه دوزتو 1299، وشحال كان من مرشد سياحي غير نظامي؟ راه كانت هي 400 حتى 300 حتى 350 مرشد غير نظامي اللي كانت. يعني المبادره الساميه راه كانت غي، يعني كانت غتنصفوا الناس، غتنصفوا 300 مرشد دوزهم السجن، دوزهم السجن الوكيل العام، راه غادي تصبحوا كلنا هما مرشدين غير نظاميين ومأطرين، ناس واعيه. واش فهمتيني دابا؟ يعني ناس مرشد غير نظامي. وتصور دابا مرشد غير نظامي قدامو واحد ما عمرو شاف النصارى وما تيعرفش حتى المآتير، اقسم لك بالله اخوان تيحكيو، ومرشد تيسول المرشد تيقول ليه فين جاب بالي بديع، واحد قال ليه فين جاب الدباغ، انت كاع مش عطينا هاد الرخصه هادي، واش هاد الرخصه؟ واش هاد الرخصه؟ وخلي الواحد يستاهل الرخصه وكان تيناضل. انا كندوي على المرشدين السياحيين غير النظاميين، المنضويين تحت لواء نقابه الاتحاد العام الديمقراطي الشغالي بالمغرب، علاش ندوي انا؟ يعني النقابه راه ما غاديش يكون فيها شي مرشد غير نظامي ويجي، النقابه حق مشروع. الا قلتي هذا ماشي مرشد دوزو يشوف بابرز ديال السيد الوكيل، يعني الامور واضحه. الان في هذا الاطار تنطلبوا الجهات المسؤوله والسيده الوزيره، وتنطلبوا المستشارين ديال سيدنا نصر الله واياده اللي عندنا فيهم الثقه، مستشارين تاع سيدنا التفتوا لهاد الناس، هادي راه مبادره. تنطلبوا باش يكون واحد الالتفاته، الله يطول عمرهم، يشوفوا بعين الرحمه في هاد الناس هادو راه مرشدين غير نظاميين، وراه سيدنا وبانيهم، وراه كانوا تلاعبات وراه دازوا الناس، راكم كتشوفوا الناس، كتشوفوا الكناس، كتشوفوا طنجة تطوال الحسيمه، المرشد غير النظامي راه ما تنصفش كامل، راه تنصفوا اللي بغاو هما، طريقتهم هما. اما الاخوان المرشدين غير النظاميين ها هما كتشوفوا فيهم، راه هاد الناس هادو راه سيدنا اللي وهبها لهم. وتنطالبوا من هاد المنبر هذا، تنطالبوا المستشارين ديال سيدنا الله ينصرو، الله ينصركم، المستشارين ديال سيدنا والساده الوكلاء العام، تنطلبوا منهم باش يوقفوا على هذه المساله. هذه راه مبادره ديال سيدنا الله يطول عمرهم، راهم اللي فيهم الثقه، راهم اللي غادي يتبعوا المبادره، راهم اللي غادي يصفوا هاد الناس. شعب اخر راه لا اله الا الله محمد، راه ما بيناش نخرجوا على السطر، راه ما بيناش نقولوا شي كلام غير مسؤول. حنا رقابيين، حنا من هذا المنبر تناشدوا، من هذا المنبر هذا تناشدوا القصر الملكي، تناشدوا المستشارين جاو سيدنا، وتناشدوا مولاي الحسن
الله ينصرو ويخلي لهاد البلاد باش يوقفوا على هاد المسألة هادي، باش يوقفوا على هاد المبادرة هادي، وباش يتصفوا هاد الناس. راه إلا ما كانش المؤسسات الملكية تدخلات راه هاد الناس هادو على إله إلا الله محمد رسول الله. راه كلشي خصو تجري المؤسسات الملكية، وراه المستشارين جاو لسيدنا مهاد المبربر الله يطول عمرهم والله يخليهم لينا في هاد البلاد هاجي، الله يطول لينا في عمرهم باش يشوفوا هاد المبادرة ويوقفوا عليها. نعم. لا تنطربوا المستشارين الشرقاوي لأن هاجي مبادرة. نعم. ما تنطربوش حتى هاد الناس صدقة، هاجي مبادرة ديال سيدنا خص المستشارين تاع سيدنا الله يطول عمرهم يوقفوا عليها. لا راه كاينين شي ناس اللي ما يستاهلوش هاد البلاد هاجي، حنا مغاربة ومن البلاد زيد لقدام وحنا وطنيين. شكرا لك. أنا باش نخلي فرصة للزملاء تنتظروني، الزملاء أخرين في مدن أخرى. أنا شكرا لك، سمح لي بزاف. أنا باش نخلي لهم الخط، كاينين أحداث أخرين. الله شكرا لك باش شكرا لك، تحياتي لك، شكرا لك، الله يطول عمرك. إذا كما تابعتم معنا في هذا البث المباشر الآن، يعني الرسالة كانت واضحة وتنتمنى أن توصل بما يكفي، يعني توصل يعني في هذا البث المباشر لكل المسؤولية. يكفي يكفي من هذا الشيء اللي تعيشوا هاد الناس هادو. نشكركم، شكرا لكم. إلى بث مباشر إن شاء الله على قناة. شكرا.